بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من الاستاتيكا ودرس من دروس الوحدة التانية. هناخد النهاردة إن شاء الله نستكمل وناخد تمارين على العزوم مجملها، يعني على العزوم كلها لأهمية الوحدة. وهنبدأ مع بعض في التمارين واحدة واحدة كده، إن شاء الله هنحل على طول عشان نقدر بإذن الله نشوف كل التمارين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا في الشكل المقابل قضيب مثبت بمفصل عند ألف، أثرت عليه على الطرف ب قوة رأسية زي ما احنا شايفين كده، والقوة دي قوة رأسية لأسفل مقدارها 70 نيوتن اللي هي دي. فإن معيار عزم القوة حول ألف، يعني هو عايز معيار عزمها حول ألف، وعايز معيار العزم حوالين ألف. طبعا القوة بالنيوتن بيساوي نيوتن، يعني نيوتن متر. كام نيوتن متر؟ عشان أجيب عزم القوة حوالين نقطة، يبقى أنا دلوقتي عايز العزم حوالين ألف يساوي العزم حوالين ألف. هنا هيساوي إيه؟ هيساوي القوة في العمود الساقط من مركز العزم على خط عمل القوة. ده خط عمل القوة اللي هو قدامي ده، اللي هو الأحمر لو كملته، ده خط عمل القوة. طب فين النقطة اللي أنا باخد العزم حواليها اللي هي نقطة ألف دي؟ يبقى عشان آخد العزم يبقى لازم أجيب طول العمود الساقط اللي هو المسافة اللي هي الحمراء دي. طب طول العمود الساقط بيساوي إيه هنا وأجيبه إزاي؟ هلاحظ هنا إن العمود ده مجاور لزاوية 60، يعني مجاور لزاوية 60. طالما ده عمود يبقى ده زاوية قايمة. يبقى إذا أقدر أقول إن طول العمود المجاور ده بيساوي الوتر في جتا الزاوية. الوتر واضح عندي اللي هو زي المسطرة ده، طوله 100، يبقى 100 في جتا 60. يبقى هنا هاخد بالي الأول من إشارة العزم. لو شفت كده إن القوة بتلف حوالين نقطة ألف مع عقارب الساعة، يبقى هنا هنقول سالب عشان مع عقارب الساعة قيمة القوة في طول العمود. طول العمود قلنا اللي هو الوتر، يعني 100 في جتا 60. وليه جتا؟ علشان العمود نفسه اللي أنا عايز طوله مجاور للزاوية 60، فبقول الوتر في جتا الزاوية بيساوي 70، ده سالب 70 في 100 جتا 60. فالناتج طبعا جتا 60 احنا عارفينها بنص، فبقى سالب 70 في 50، فيطلع معايا سالب 3500. طب هو عايز المعيار، يبقى أنا هقول له ده بيساوي على طول المعيار هيساوي 3500 نيوتن متر. تمام، ونشوف تمرين آخر. قاف واحد بتساوي 2 س ناقص ص، قاف 2 5 س زائد 2 ص، قاف 3 متجهات كلها سالب 3 س زائد 2 ص. قوة التلاتة بيأثروا في نقطة ألف، وبيقول لي برهن، يعني اثبت إن باستخدام العزوم أن خط عمل المحصلة يمر يوازي المستقيم المار بالنقطتين 2 1 و 6 4. ممكن اسمي النقطه دي مثلا ب والنقطه دي ج. انا عايز خط عمل المحصله يوازي الخط الواصل بين ب و ج. احنا قلنا قبل كده ان عشان خط عمل قوه يوازي خط واصل بالنقطتين، يبقى لازم العزم حوالين ب، عزم القوه نفسها حوالين ب، يكون بيساوي العزم القوه حوالين ج. لان لو عندي هنا نقطه ب ونقطه ج مثلا، فعشان يوازي، لو هو موازي كده دي القوة، هقول إن القوة دلوقتي بتوازي ب ج. طب هو العزم كده بيساوي صح ولا لا؟ أيوه، لأن العزم عبارة عن قيمة القوة في العمود، وإذا كان بيوازيه فالعمود الساقط من ب على خط عمل القوة هو نفس العمود الساقط من ج على خط عمل القوة. يبقى قيمة العزم هتبقى ق في نفس العمود، يبقى مع ب أو مع ج. طيب يبقى هيديني نفس المعيار. طب والاتجاه؟ واضح ان لو السهم ده كده يبقى بيلف حوالين ب في اتجاه موجب، وبرضه بيلف حوالين ج في اتجاه موجب، يبقى كده العزم متساوي. يبقى اذا عشان اثبت الكلام ده يبقى لازم اجيب العزم حوالين ب والعزم حوالين ج. لكن هو بيقول لي خط عمل المحصله، طب انا عندي القوه دلوقتي متجهات، يبقى عشان اجيب المحصله وهنسميها ق مثلا، هتساوي مجموع القوى اللي موجوده اللي هي 2 وسالب 1، اللي هي دول 2 وسالب 1 زائد 5 و2 زائد سالب 3 و2. الكلام ده هيساوي، يبقى القوة أو المحصلة هتساوي
اتنين وخمسة سبعة، سبعة ناقص تلاتة أربعة، وسالب واحد واتنين يبقى واحد، واحد واتنين تلاتة. يبقى دلوقتي القوة المحصلة هتساوي أربعة وتلاتة. أقول له إذن العزم حول ب بيساوي، أجيب العزم واحد واحد كده، العزم حوالين ب بيساوي إيه؟ بيساوي أربعة، اللي سوري اللي هو أنا هجيب العزم حوالين ب، يعني هيساوي نقولها كده ب ألف ضرب اتجاهي قاف، يعني هيساوي ب ألف يعني ألف ناقص ب، وألف عندي أهي واحد وواحد، وب اتنين وواحد، يبقى ألف ناقص ب يعني واحد ناقص اتنين بسالب واحد، وواحد ناقص واحد صفر، هضربها اتجاهيا في قاف اللي هي المحصلة أربعة وتلاتة، فهيساوي افتكر بقى مع بعض البعيد في البعيد ناقص القريب في القريب، يبقى أقول سالب تلاتة سين، سالب تلاتة عين طبعا مش سين، وبعدين القريب في القريب يبقى زائد أو ناقص صفر، يبقى الكلام ده هيساوي سالب تلاتة عين، عشان ده ضرب ثنائي. هروح أجيب العزم حوالين جيم، وأقول الكلام ده بيساوي برضو اللي هي بقى المرة دي هتبقى جيم ألف ضرب اتجاهي قاف، هيساوي جيم ألف يعني ألف ناقص جيم، واحد ناقص ستة سالب خمسة، وواحد ناقص أربعة بسالب تلاتة، ضرب اتجاهي قاف اللي هي تلات أربعة وتلاتة، هيساوي سالب خمسة في تلاتة بسالب خمستاشر عين ناقص سالب أربعة في تلاتة بسالب اتناشر يعني موجب اتناشر عين. طب ما هو سالب خمستاشر موجب اتناشر بسالب تلاتة عين، كده أصبح العزم حوالين، عزم المحصلة حوالين ب بيساوي عزم المحصلة حوالين ج. في الحالة ديت إذن خط عمل المحصلة يوازي ب ج أو المستقيم ب ج. نشوف التمرين اللي بعد. تمرين ثلاثة بيقول لنا في كل من الأشكال الآتية أوجد القياس الجبري لعزم القوة حول المقطوات. في كل شكل من الأشكال بيدربنا إزاي أقدر أجيب طول العمود ببساطة في كل شكل من الأشكال الموجودة قدامي. هناخد الأول شكل ألف، بص كده على الشكل ألف هلاقي إن القوة 40، وهو بيقول لي هنا خلي بالك هو بيقول لي أنا أوجد القياس الجبري يعني العزم بإشارته. تمام، القياس الجبري هنا يبقى 40 إشارتها إيه؟ بتلف حوالين ألف إزاي؟ حوالين واو كده، يبقى دوت مع عقارب الساعة، يبقى أقول له سالب 40 مضروبة في طول العمود الساقط منين؟ من مركز العزم واو على خط عمل القوة، واضح جدا إن القوة الرئيسية عندي والعمود دوت هو أفقي طوله 30، يبقى واضحة وصريحة، يبقى سالب 40 في 30 يبقى بيساوي سالب 1200 هنا نيوتن سم. طبعا القياس الجبري اللي هو سالب 1200. طيب ناخد رقم ب 40 القوة الرأسية لأسفل، ودلوقتي طول العمود هو اللي مقسمه شوية يعني هو طالع كده بزاوية 20 هنا زي ما شايفينها الزاوية 20. طب مديني المسافة من هنا من عند واو لحد هنا بتساوي 20 سم، لا من هنا لحد هنا من عند واو بالظبط. طب العمود مش من هنا لحد واو بس، لا ده كمان ده، يبقى كده عشان اجيب طول دوت ده مجاور لزاوية 20 يبقى على طول، ودوت مثلث هنا قائم، يبقى هنقول ده طالما مجاور للزاوية اللي أنا هشتغل عليها وأنت عايز المجاور يبقى بيساوي الوتر في جتا الزاوية، الوتر طوله موجود أو موجود اللي هو الطول دوت اللي هو 10 سم، يبقى هيساوي 10 في جتا 20، يبقى عشان أجيب العزم هقول له سالب 40 برضو في دلوقتي العمود مقسم جزئين، يبقى هقول له 20 زائد الجزء اللي هو ده هيبقى عبارة عن الوتر 10 في جتا 20، يبقى بيساوي 10 في جتا 20، ونحسبها بالآلة الحاسبة فهيطلع معايا سالب 1175.9 من 10،
يبقى هنا القياس الجبري اللي هيطلع معاك اللي هو سالب 1179.9. نشوف رقم جيم، يبقى أهم حاجة أراعي الإشارة، لو مع عقارب الساعة تبقى سالبة، لو عكس عقارب الساعة تبقى موجبة. الرسمة الثالثة جيم، القوة 40 واتجاهها كده، يعني هتلف حوالين واو في اتجاه ضد عقارب الساعة، هذا يعني اتجاه موجب، يبقى هقول 40 في، هدور بقى على طول العمود، ده خط عمل القوة وادي النقطة. لو أنا عايز أسقط عمود، أسقط عمود من النقطة على خط عمل القوة، يبقى العمود هينزل كده. طول العمود ده أجيبه إزاي؟ العمود ده قافل مثلث قائم، وتره موجود 30، وزاوية المقابلة للعمود 45، يعني الضلع ده مقابل للزاوية مش مجاور. يبقى في الحالة دي طول العمود ده بيساوي الوتر في جاء الزاوية، يعني أرجع أقول أساوي 40 في الوتر اللي هو 30 في جاء الزاوية اللي هي جاء 45، هيطلع معانا 848.5 نيوتن سم. ونشوف تمرين 4، نفتكر مع بعض كل اللي احنا عملناه قبل كده في الوحدة، اللي هو ازاي اجيب عزم في مستوى ثنائي الأبعاد، وان شاء الله هنشوف ازاي اجيب برضه عزم في مستوى ثلاثي الأبعاد. تعالوا نشوف كده في الرسمة اللي قدامنا ديت، بيقول تؤثر القوة ق في المستوى س ص على المثلث أ و ب. فإذا كان القياس الجبري لعزم ق بالنسبة لنقطة واو بيساوي 84 نيوتن متر، والقياس الجبري لعزمها بالنسبة لنقطة أ، رحت فين؟ وقياس الجذب لعزمها بالنسبة لنقطة أ يساوي سالب 100 نيوتن متر، والقياس الجبري لعزمها بالنسبة لنقطة ب بيساوي صفر. الله، لما يكون عزم قوة بالنسبة لنقطة بيساوي صفر، احنا قلنا يبقى إذا قاف عشان هي بتساوي صفر، يبقى قاف تمر أو خط عمل قاف يعني بنقطة ب، يبقى عشان عزمها حوالين ب بصفر، يبقى هي بتمر فعلا بنقطة ايه؟ ب. طب هي فين القوة دي؟ ده مش مرسومة، يبقى احنا نسينا نرسمها. لا، هو عايزك انت تجيبها، يعني تعرف فين هي موضوعها. طب نرجع تاني كده، بنقول العزم بتاع قاف بالنسبة لنقطة واو 84، ده عزم موجب، يبقى انت تكتشف ان الاتجاه دوران اتجاه عكس عقارب الساعة، يعني بيلف حوالين واو عكس عقارب الساعة، يعني هيلف حوالين النقطة ديت كده. طيب وإن القياس الجبري لعزمها بالنسبة لنقطة أ اللي فوق دي ده سالب، يبقى في الحالة ديت هيلف مع عقارب الساعة اللي هو كده. طب أنا عايز أرسم خط يمر بنقطة ب، ولما يجي اتجاهه يلف حوالين أ يلف مع عقارب الساعة، وفي نفس الوقت حوالين ج واو يلف ضد عقارب الساعة، يبقى أظن وضحت إن مفيش غير هو الاتجاه دوت، ده هو الاتجاه بتاع ق. يبقى ق تمر بنقطة ب وتقطع أ واو، بس فين؟ ما نعرفش، لكن هنا كاتب لي ده 3 وده 4، يبقى في الحالة ديت أنا عرفت نقطة ب احتياجاتها كام وكام، 3 وصفر، وفي نفس الوقت عرفت احتياجات نقطة أ اللي هي 0 و4، يبقى كده الاحتياجات 3 وصفر وصفر و4. طيب انا دلوقتي عايز اعين قاف، يبقى هو عايز قيمه قاف دلوقتي، مش عايز عزم، عايز قاف بس. انت هتستنتج معايا ان دلوقتي العزم حوالين نقطه واو، يبقى هو عباره عن ايه؟ يبقى تعالوا كده نشوف عزم القوه حوالين واو. العزم حوالين واو هيساوي واو ونقطه تمر بيها القوه. طب فين النقطه اللي تمر بيها القوه؟ ده ب، يبقى ب 3 وصفر، يبقى نقول له واو ب ضرب اتجاه قاف، واو ب معناها ب ناقص واو، يبقى نقول 3 وصفر ناقص 0 وصفر، دي اللي هي العزم اللي هي واو ب، يعني هيطلع 3 وصفر ناقص 0 وصفر. هيبقى العزم دلوقتي بيساوي 3 ناقص 0 3 وصفر، هضربها في قاف اللي معرفهاش.
طب ما تيجي كده، ممكن تعالوا خلاص نسيبها كده زي ما هي ونقول دوت العلاقة الأولانية ده العزم حوالين. طب ما تيجي بقى نجيب العزم حوالين ألف، العزم حوالين ألف، العزم ده احنا نسينا نقول إن هو بيساوي كام؟ بيساوي حوالين واو بيساوي سالب 100. طب العزم حوالين ألف اللي هو بيساوي 84، برضه هقول نقطة تمر بيها يبقى هي ألف ب ضرب قاف. طب في الحالة ديت برضو ألف ب عبارة عن إيه؟ ب ناقص ألف، وأدي ب وهنا ألف، يبقى أقول 3 ناقص 0 و0 ناقص 4، ف3 ناقص 0 3 و0 ناقص 4 في سالب 4، ده مضروب في قاف بيساوي 84. طيب تعالوا نفرض إن قاف ديت سين وصاد، يبقى 3 وصفر مضروبة اتجاهيا في سين وصاد بتساوي سالب 100 اللي هي أول واحدة، يبقى البعيد في البعيد يبقى 3 صاد ناقص القريب في القريب يبقى ناقص صفر بتساوي سالب 100، يبقى إذا 3 صاد لا بتساوي كام دي بتاعت الألف ولا بتاعت مين؟ عزم حوالين قاف بالنسبة للواو ده بيساوي 84، ده كده بيساوي 100 سالب 100، لأنها غلط بس، يبقى دي هتبقى 84، امسحها عشان ما تكتبش، يبقى دي هنقول 84، يبقى دي 3 صاد بتساوي 84، يبقى الصاد نفسها بتساوي 2 8 يبقى 28. طيب يبقى صاد ب 28. طيب دي أولا، ناخد بقى الثانية اللي هي سالب 100 دي ونقول 3 وسالب 4 هضربها في قاف اللي احنا فرضناها سين وصاد هتساوي سالب 100، نضرب 3 في صاد ب 3 صاد ناقص سالب 4 في سين بسالب 4 سين، ودي سالب تبقى موجب 4 سين بتساوي سالب 100. في الحالة دي الصاد عندي 28، أعوضها يبقى 3 في 28 زائد 4 سين بتساوي سالب 100، يبقى معنى كده تحسبها يبقى السين تقدر تطلعها من هنا على طول، السين هتساوي سالب 46. كده يبقى عندي السين وعندي الصاد، بقدر أقول له إن القوة في المتجه بتساوي سالب 46 في اتجاه السين زائد 28 في اتجاه الصاد. هو قال لي عين قاف متجه، يبقى هسيبها متجه. لو كان عايز المعيار كنت هجيب الجذر التربيعي المربع زائد مربع سينات وصادات يعني. تمام، المسألة سهلة، بس هي في الأول خالص لازم تكون عارف يعني إيه خط عمل قوة يوازي الخط الواصل بين النقطتين. مثال كمان، كل ده إحنا شغالين في عزوم القوة في مستوى ثنائي الأبعاد. طيب نشوف بقى المثال اللي بعد كده في الشكل المقابل أ ب تمثل رفع لرفع البضائع. إذا كان الشد في الخيط يساوي 140 نيوتن ووزن الصندوق 125، أوجد مجموع زمي القوتين بالنسبة ل ب. طب تعالوا نشوف كده، لو أنا عايز عزم القوة اللي هو 125 الوزن ده، ما هو الوزن عبارة عن قوة، لو عايز عزم الوزن الرأسي الأسفل أهو، وعايز عزمه بالنسبة للنقطة اللي موجودة هنا دي، بالنسبة لنقطة ب اللي هي هنا دي، فدي واضحة قوي أنا مفيش مشكلة عندي. ليه؟ لأن العمود الساقط من ب على خط عمل القوة واضح إن طوله هنا أهو 4 متر. يبقى أقدر أجيب عزم 125 بالنسبة لـ ب عادي، يبقى سالب 125 في 4 يدينا عزم القوة 125 بالنسبة لـ ب. هيتبقى لي المشكلة اللي هي عزم القوة ش اللي هي 140 بالنسبة لـ ب. يبقى أنا دلوقتي محتاج إيه؟ محتاج طول العمود الساقط من ب على خط عمل ش، يبقى عايز الأزرق ده. طب أجيبه إزاي؟ زي ما إحنا قلنا ده قفل مثلث قائم الزاوية اللي هو قدامي ده، فعلى طول طوله هيساوي وتر المثلث اللي هو قدامي بخمسة في جا الزاوية المقابلة ليه، جا الزاوية دي،
لو سميناها سيتا مثلا. طب جه سيتا دي اجيبها ازاي؟ واضح ان سيتا مش موجوده في المثلث القائم ده بس، لا ده موجوده في المثلث الكبير خالص اللي هو ده، اللي هو لو سمينا دي جيم مثلا وسمينا دي دال، يبقى هو موجود في المثلث ألف جيم دال، يبقى زاوية سيتا اللي هي دال عايز أجيب الجهة بتاعتها، ممكن أقول المقابل اللي هو 12 على الوتر اللي هو ألف دال. طب ما ألف دال مش عندي، تمام، بس أنت ده مثلث قائم وده 12 ودوت الطول كله من هنا لهنا 9، يبقى عشان تجيب ألف دال يبقى أنت هتجيب ألف دال الأول هيساوي الجذر التربيعي ل 12 تربيع زائد 9 تربيع، يبقى هيساوي الناتج هيطلع معانا 15 متر. يبقى دلوقتي ألف دال كله 15 متر، معناها إن جه سيتا هيساوي 12 المقابل على الوتر 15، يبقى أنا كده جبت جه سيتا. يبقى سهل أوي أجيب طول العمود بقى اللي هو قدامي ده، يبقى طول العمود هيساوي الوتر اللي هو 5 في جه سيتا. طب خلاص يبقى أنا كده جاهزين إن أنا أجيب العزم كله. تعالوا بقى نجيب العزوم، يبقى العزوم حوالين ب بتساوي أول قوة 125 بس اتجاهها سالب في العمود الساقط من ب على خط عامل 125 يعني 4، بعد كده الشد اتجاهه موجب لأن هو هيلف حوالين ب عكس عقارب الساعة فيبقى موجب، الشد 140 في الوتر جا الزاوية زي ما قلنا في 5 في ج سيتا اللي هي 12 على 15، وأحسب القصة هتطلع معايا، وهنا العزم هيساوي 60 نيوتن، يبقى العزم هيساوي 60 نيوتن متر، يبقى عزم مجموع القوة حوالين ب هيساوي 60 نيوتن متر، يبقى ده مجموع عزمي القوتين. نشوف المثال اللي بعده، بنقول هنا ده مربع طول ضلعه 6 سنتي. لما يقول لي مربع يبقى اعرف ان انا لازم استخدم خواص المربع اللي هي اطول اضلاع متساويه الاقطاب ينصف كل منهما الاخر متساويه ومتعامده، وكمان القطر ينصف زاويه الراس يعني 45 45. نرسم المربع، نسميه الف ب ج د. المربع اللي قدامي هو وزع الأطوال بس قال لي الأول إن ه بتنتمي ل ب ج، بس بحيث إن ب ه 1 سنتي يبقى هو طول الضلع 6 سنتي كله. طب لما يكون ه ب ه بيساوي 1 سنتي يبقى ده 5 سنتي وكله 6 سنتي زي ما أنت شايف لأنه مربع، تمام. نبدأ نوزع القوة، وصلت القوة لمقدارها 1 مع أول حاجة اللي هي أ ب، يبقى أ ب القوة بتاعته 1، أ ب يبقى الاتجاه مهم يا شباب، يبقى أ ب يبقى السهم لتحت وهنا في قوة أحطها في دايرة، وبعد كده قوة 2 مع ب ج، ب ج يبقى من ب ل ج السهم أهو، وأدي قوة في دايرة، بعد كده قوة 3 مع ج د، ج د يبقى من ج لد السهم لفوق، قوة 3 دايرة، نحط القوة بره الشكل الهندسي عشان ما تلخبطناش جوه الشكل. د أ د أ يبقى اتجاه كده القوة 4، بعد كده قوة ق بتؤثر في أ ج يعني من أ لج في قوة تانية اسمها ق، تمام. أنت عايز إيه؟ إذا كان خط عمل المحصلة يمر بالنقطة ه، يعني إيه بقى يا ولاد خط عمل المحصلة يمر بنقطة، إذن عزم المحصلة حول هذه النقطة بيساوي صفر، تمام. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان مجموع عزوم القوه حول النقطه تساوي صفر، لاني عارف ان مجموع عزوم القوه سواء عزم المحصله حول نقطه يعني بتساوي عزم المحصله حول نفس النقطه، فاذا المحصله تمر بها يبقى العزم حوالينها بيساوي صفر. ده ليه؟ لان المحصله تمر بنقطه ه، تمام. خلاص يبقى انا هجيب العزوم حوالين ه واساويها بصفر، ونبدا مثلا نشوف القوة 1. لما بجيب العزم بتاع القوة يبقى بدرس إشارة وبعد كده القوة وبعد كده العمود، يبقى أقول له الإشارة طبعا هنا القوة بتلف دي بتلف حوالين ه في اتجاه مع عقارب الساعة، يبقى هقول له سالب 1 مضروبة في
طول العمود الساقط من ه على خط عامل القوة، واضح جدا ان من ه على خط عامل القوة اللي هو دوت، لان الزاوية هنا قايمة، يبقى اقول في واحد. بعد كده نشوف القوة اتنين، القوة اتنين اصلا تمر بنقطة ه، يعني ه موجود على خط عمل اتنين، يبقى عزمها بالنسبة لهي بصفر، يبقى مش هحسبها خلاص دي مش معانا. نروح بقى للقوة تلاتة، القوة تلاتة اتجاهها برضو عكس مع عقارب الساعة، يعني اتجاهها سالب، يبقى سالب تلاتة في العمود الساقط من ه على تلاتة، خط عمل تلاتة اهو، وهنا في زاوية قايمة، يبقى معناها ان العمود ده طوله 5 سنتي، يبقى سالب تلاتة في 5. ونروح للقوة اللي بعدها اللي هي أربعة، اتجاهها برضو سالب، يبقى سالب 4 في العمود الساقط من ه على خط عمل القوة 4 بيساوي طول ضلع المربع اللي هو 6. بعد كده القوة قاف آخر حاجة، بس ده اتجاهها لتحت كده، معنى كده إن هي تلف حوالين ه في اتجاه ضد عقارب الساعة، معنى كده إن أنا هقول موجب قاف في، ونشوف بقى طول العمود يجي إزاي. أدي ه وأدي قاف، هسقط عمود على خط عمل قاف، والمطلوب مني إيجاد طول العمود عشان أضربه في قاف. طيب طول العمود زي ما اتفقنا بيعمل مثلث قائم، المثلث القائم العمود هو مقابل لزاوية فيه أو مجاور معروفة، يعني زاوية معروفة أقصد، فالزاوية المعروفة هنا هي دي اللي هي كام؟ أيوة مش ده قطر، والقطر يناصف زاوية الرأس، يبقى دي 45. يبقى كده طيب فين وتر المثلث ده؟ هو 5 سنتي، يبقى طول العمود بيساوي 5 في جا 45، لأنه مقابل مقابل، يبقى الوتر جا، يبقى في 5 ده هو الوتر في جا 45. كل ده يا شباب بيساوي 0. تمام، كل ده بيساوي 0، عندي معادلة مفيش غير مجهول واحد اللي هو قاف، يبقى هقدر أجيبها وهتبقى قاف بتساوي 11.3، يبقى قاف بتساوي 11.3 نيوتن، ونيوتن بس عشان دي قوة. تمام، نشوف اللي بعده. تمرين رقم 7، سكنت القوة قاف. هنا بقى دخلنا في عزوم مستوى ثلاثي الأبعاد، قاف قاف متجه بتساوي، نكتبه زي النقطة بالصورة الإحداثية، يبقى كاف وميم سالب 2. طيب تؤثر في نقطة اسمها ألف، يبقى قاف بتأثر في نقطة ألف، وكان متجه موضع ألف بالنسبة لنقطة الأصل بيساوي 3.1. فإذا كانت مركبة عزم قاف حول المحور المحوري س وص ومسالب 1 وسالب 8، يعني مركبة العزم حوالين س بتساوي سالب 1، مركبة العزم حوالين ص بتساوي سالب 8، أوجد قيمة كل من كاف وميم. في الحالة ديت العزوم حوالين المحور، يبقى بعد كده على طول بروح جايب العزم حوالين نقطة الأصل وأقول بيساوي، فاكرين؟ هرصها محدد حصل الضرب الاتجاهي، بس في ايه؟ وهنا صاد وهنا عين، الاتجاهات بتاعتنا. بعد كده هقول متجه الموضع بتاع النقطة بالنسبة لنقطة الأصل اللي هو ألف، واو ألف، واو ألف يعني ألف ناقص واو، هو ده متجه الموضع. طب أنا ما عنديش ألف، لكن عندي متجه الموضع نفسه اللي هو 3 اللي أنا بدور عليه، 3.1.1. وبعد كده هحط النقطة القوة اللي هي هتبقى معانا اللي هي كاف وميم وسالب 2. هبتدي أفك ونشوف. طبعا أفكرك بالفك، هنفتح قوس كده ونكتب متجه س ناقص قوس ونكتب متجه ص زائد عين اللي هو قوس ونكتب المتجه عين، فتكون هي دي المركبة السينية ودي المركبة الصادية للعزم ودي مركبة العين. طيب ازاي اجيب السين؟ بشطب صف وعمود، لو انت فاكر صف الصف ده كده والعمود بتاع السين، واضرب من اول هنا 1 في سالب 2، يبقى سالب 2 ناقص من عندك 1 في ميم بميم. بعد كده الصاد شيل برضو صف عمود الصاد، وانا كده كده شايل الصف عمود الصاد، فيتبقى لي 3 في سالب 2 ناقص 1 في كاف، 3 في سالب 2 بسالب 6 ناقص كاف، آخر واحد العين، فهض إيه برضو أشيل عموده، فيكون 3 في ميم ناقص 1 في كاف، يبقى 3 ميم ناقص كاف.
دلوقتي هو قال لي ان مركبه العزم حوالين الصادات هي سالب واحد. طب فين مركبه العزم حول الصاد حول السينات؟ سوري، سالب واحد. مركبه العزم حول السينات اللي هي سالب 2 ناقص ميم. الله، يبقى تمام، سالب 2 ناقص ميم بيساوي سالب واحد، يبقى سالب ميم بتساوي واحد، يبقى اذا الميم بتساوي سالب واحد، يبقى جبت الميم. طب تعالى نشوف الصاد. هروح للصاد، مركبه العزم كام؟ سالب 8، يبقى مركبه الصاد امر عزم الصاد اهي اللي هي هتبقى سالب 6 ناقص كاف بتساوي سالب 8. شيل السالب مع السالب، يبقى سالب كاف هتساوي 8 زائد 6، يبقى الكاف هتساوي سالب 14. يبقى قيمتي ميم وكاف هما سالب 1 و14 وسالب 14. تاني رقم 8 بيقول لي هنا احسب عزم القوة قاف اللي هي 14 جذر 5 حول النقطة واو. طب كويس أوي. أول حاجة يا شباب نرتب نفسنا. القوة قاف أشوفها على الرسم، طالعة من نقطة ألف ورايحة لنقطة ب على حسب السهم، يبقى خط عملها ألف ب. يبقى أنا لازم أجيب من إحداثيات النقطتين النقطة ألف والنقطة ب، أعرف إحداثياتها في ثلاثي الأبعاد. النقطة ألف ديت هي موجودة قدامي، لو أنا هطلع من نقطة الأصل عشان أروح بألف، يبقى هي موجودة في المستوى عين صاد، يعني السينات بصفر. و يعني ما مشيتش سين كده ولا كده، يبقى سين بصفر. بس مشيت صاد قد ايه؟ 2، يبقى 2. وطلعت عين قد ايه؟ طلعت فوق ب2 برضه، يبقى 2. يبقى ألف صفر و2 و2. طب و ب؟ ب ديت في المستوى سين صاد، بس في الجزء السالب بتاع السين، عشان لو بادئ من نقطة الأصل همشي كده في السالب، يبقى كده سالب سين. يبقى سالب كام سين؟ يبقى سالب واحد، عشان دي موازية للواحد اهو. يبقى سالب واحد، وبعد كده مشي في موازي للصاد 2 في الموجب، يبقى سالب واحد سين واتنين صاد وصفر عين، لان هو في المستوى تحت ما طلعش. يبقى انا كده جبت بدايه القوه ونهايتها. ابتدي احول القوه من الصوره نيوتن للمتجه، يبقى لازم اجيب القوه كمتجه عشان ده ثلاثي الابعاد. بيساوي ايه قوه كمتجه؟ بتساوي قاف نفسها مضروبه في متجه الوحده في اتجاهها اللي هو ا ب متجه على معياره، معيار أ ب. يبقى ده متجه الوحدة في اتجاه قاف، يبقى أقول بيساوي قاف اللي هي 14 جذر 5 في متجه الوحدة أ ب، يبقى ب ناقص أ، ب ناقص أ، أدي ب وأدي أ قدامي، يبقى سالب متجه عادي، سالب 1 ناقص 0 بسالب 1، و2 ناقص 2 بصفر، وصفر ناقص 2 بسالب 2، على الجذر التربيعي لمربعاتهم مربع الواحد 1 مربع 0 0 زائد مربع السالب 2 ب4. 1 و4 5، يبقى جذر 5 تحت وجذر 5 هنا، يبقى يروحوا مع بعض، هيتبقى لك بس 4. لما يتبقى لك 4 هتقول اذا المتجه قاف هيساوي سالب 4، و4 في 0 في 0، و4 في سالب 2 بسالب 8. يبقى ده قيمه قاف كمتجه سالب 4 و0 وسالب 8. جبت قاف، انت عايز عزمها حوالين مين؟ حوالين واو. يبقى عشان اجيب العزم حوالين واو، يبقى لازم ابدا بواو ونقطه على خط عامل القوه. نقطه مين على خط؟ ما هم مفيش غير ا وب، اختار لك واحدة منهم. لو خدت أ أو ب هيطلع نفس القيمة، يبقى نقول واو أ مثلا ضرب اتجاهي قاف المتجه اللي أنا لسه جايبها، والضرب الاتجاه الثلاثي يبقى دوت لازم يبقى في محدد. عندك س ص ع، وبعدين أحط المتجه الموضع بتاع أ بالنسبة لواو اللي هو أ ناقص واو، يعني أ نفسها صفر واتنين واتنين، وهنا القوة اللي هي قاف س قاف ص قاف ع، يبقى سالب 4 وصفر وسالب 8. هبتدي أفك بالطريقة اللي إحنا عارفينها، يبقى أقول أدي قوس س ناقص قوس ص زائد قوس ع، وأبتدي أقول أدي الس طبعا حفظنا، يبقى أبدأ من 2، 2 في سالب 8 في سالب 16 ناقص 2 في صفر بصفر، ص برضه هقول صفر في سالب 8 بصفر ناقص سالب 8، يبقى موجب 8. بعد كده العين شيل ده مع ده وقول صفر بصفر بصفر ناقص، يبقى صفر ناقص 4 في سالب 2 بسالب 8، يبقى موجب 8. يبقى في الحالة ديت هيكون العزم حوالين واو هيساوي سالب 16 س ناقص 8 ص زائد 8 ع.
ونشوف التمرين اللي بعده. برضو ثلاثي الأبعاد، وبنأكد هنا على طريقة تحويل القوة إلى متجه. برضو هنا اهتم كده، لو احنا قلنا بداية القوة نسميها ألف مثلا، والسهم اهو نازل لهنا فنسمي دي ب، وهنا طبعا واو. فدلوقتي هو عايز العزم حوالين واو، يبقى لازم اجيب النقطة ألف اللي هي بداية القوة، والنقطة ب اللي هي نهاية القوة، أو نقطتين في اتجاه خط عمل القوة. النقطة ألف موجودة على محور العين، يبقى السين بصفر، صاد بصفر، والعين بالخمستاشر اللي هي طلعت بالخمستاشر. طب وال ب؟ النقطة ب لأ، ده دي في المستوى سالب سين وصاد أهو، يبقى دلوقتي هنا همشي في السالب قد إيه؟ خمسة، يبقى السين بسالب خمسة، ومشيت موازي للصاد الموجبة خمسة، يبقى هو خمسة، أما ما طلعتش فوق يبقى العين بصفر. خلاص، يبقى نقول بقى قاف، واحنا عارفين بقى خلاص قاف باتجاه هتساوي 15 جذر 11 مضروبة في ألف ب اللي هو ب ناقص ألف، يعني سالب 5 ناقص 0 بسالب 5، و5 ناقص 0 ب 5، و0 ناقص 15 بسالب 15، على الجذر التربيعي للمربعات بتاعة المركبات، سالب 5 تربيع ب 25 زائد 5 تربيع ب 25 زائد سالب 15 تربيع ب 225. لما نيجي بقى نختصر، اختصر دول مع بعض الأول، وبعد كده اللي يطلع اضربه في المتجه، فلو اختصرناهم هيطلع فيها التلاتة، تلاتة في ده، يبقى القوة هتطلع سالب 15 و15 وسالب 45، دي قاف متجه. لو انت جبت قاف متجه يبقى انت عايز العزم حول واو، يبقى العزم حوالين واو بيساوي ايه؟ بيساوي واو، وأي نقطة على خط عامل القوة، خلينا نقول واو ألف برضو، في قاف المتجه اللي احنا لسه عاملينه، وقلنا ده هيجي بالإيه؟ بالمتجه بالمحدد، وهنا عين المتجه الموضع واو ألف، يبقى ألف ناقص واو يعني ألف نفسها، يبقى صفر صفر 15. بعد كده القوة قاف س قاف ص قاف عين سالب 15 15 سالب 45، ونقول أن العزم يساوي أدي س ناقص ناقص ها ص زائد عين، الس شيل صف عمود، صفر في سالب 45 بصفر، ناقص 15 في 15 بسالب 225، والصاد صفر في سالب 45 بصفر، ناقص سالب يبقى موجب، يبقى صفر زائد 225 برضه، لأن 15 في 15. نروح على العين، فأقول أدي العمود وأدي الصف، يبقى صفر في 15 بصفر، ناقص صفر في سالب 15 بصفر، يبقى صفر. يبقى دلوقتي العزم يساوي سالب 225 س سالب 225 ص. يبقى متجه العزم حول نقطة الأصل في الشكل اللي قدامنا بيساوي سالب 225 سالب 225. التمرين العاشر، أوجد القياس الجبري لعزم القوة 100 نيوتن حول نقطة واو. إيه ده؟ ده رسمة كده عاملة زي مش مكمل الدايرة، بس هو شكله بيقول لي إن هو دايرة، يعني هو جزء من دايرة. تمام، يعني ده يكون مركزها، وهنا ده نص قطرها 4، وده برضه 4، يبقى ده نص قطر برضه، يبقى برضه هنا من النقطة ديت لواو برضه نص قطر، يعني 4 متر 4 ميم يعني. طيب عزم القوة 100، يبقى أنت دلوقتي عايز تجيب عزمها حوالين واو، يبقى حاجة من الاتنين، يا إما تحللها يا إما تجيب العمود الساقط منها من الخط من النقطة واو على خط عامل القوة. لو سهل أجيب العمود بتبقى أسرع، يبقى دلوقتي أدي لو مديت كده خط عامل القوة عشان أجي أسقط العمود يبقى سليم كده، نازل زاوية قايمة مش توديه لأي حاجة، لا لازم يعمل الخط اللي واصل من واو ويتقابل مع خط عامل القوة ويعمل زاوية قايمة مع خط عامل القوة، يبقى أنا عايز طول العمود دوت. يبقى في الحالة ديت العمود يقابل زاوية، والزاوية دي 45، إذا دي تقابلها بالرأس يبقى دي 45، يبقى 45 و45 ماشي. يبقى العمود ده طوله إيه؟ طول الوتر اللي هو 4 في جهة الزاوية اللي هو كده 45، يبقى خلاص حليناها. بس دلوقتي المهم الاتجاه، ده طالع كده، هو طالع في الاتجاه ده يا شباب، والاتجاه ده قاسم الصفحة نصين، نص كده لفوق ونص كده الناحية دي، يا ترى نقطة واو فين؟ هنا ولا هنا؟ لا هي ناحية دي، روح لها بقى بالسهم، عشان في ناس بتتلخبط في الإشارة، روح للحتة اللي فيها واو بالسهم، هتلاقي نفسك بتلف هنا عكس عقارب الساعة. يبقى العزم حوالين واو بيساوي 100 في
العمود اللي احنا لسه قايلينه اللي هو 4 في ج 45 يبقى هيساوي 400 على جذر 2، يعني لو عايز توضبها يبقى هتساوي 200 جذر 2 نيوتن متر. ونوصل مع بعض لآخر تمرين إن شاء الله نكون قدرنا نستفيد النهاردة في تمارين على العزوم، لأن هي قلنا أهم واحدة لأن الاستراتيجية كلها عزوم. آخر تمرين معانا بيقول في الشكل المقابل أثبت أن محصلة القوتين 100 نيوتن و80 جذر 2 نيوتن تمر بنقطة ج. طبعا هنا يعني محصلة تمر بنقطة، يبقى معناها على طول هو عايز يجيب العزم حوالين النقطة ويطلع صفر، ويطلع صفر. في تمرين سابق قلنا لو كان المحصلة بتمر بنقطة قال لك المحصلة تمر بها، يبقى على طول العزم حوالين هي بصفر. لكن دلوقتي أنا عايز أثبت أن خط العمل يمر بتاع المحصلة بيمر بج، يبقى هم عندي قوتين أهم، أجيب بقى مجموع عزوم حوالين نقطة ج، ولو طلع صفر يبقى في الحالة ديت هقدر أقول إن العزم اللي هي المحصلة تمر بنقطة ج. القوة 100 رأسية، يبقى العمود بتاعها واضح وصريح اللي هو 20، يبقى اقدر اقول 100 تقلب في موجب يبقى 100 في 20، يبقى العزم حوالين ج بيساوي ادي القوه 100 موجب في 20. طيب القوه الثانيه اللي هي 80 جذر 2 دي مايله، دي مايله. بص يا شباب، يعني انا اقدر دلوقتي يا اما احللها يا اما اسقط العمود من ج على خط عمل القوه. طب احنا اسقطنا اعمده كتير قبل كده وعرفنا ان لو اسقطت العمود هيبقى كده، يبقى العمود ده بيساوي الوتر في ج الزاويه لانه يقابل الزاويه، تبقى سهل. بس انا عايز اعملها معاكم بالتحليل. القوه دي بتميل بزاويه 45، يبقى ممكن احللها في اتجاهين متعامدين. يبقى اجي من عند نقطه ب اللي هي طالعه منها القوه كده واعمل المحورين اللي هي علامه الزائد دي، وابتدي اقول يبقى القوه دي هتتحلل الناحيه دي هتبقى كام؟ هتبقى 80 جذر 2 جتا 45. طب وتتحلل كده لفوق، خلي بالك الاتجاه اهو، تحلل كده لفوق فهتبقى 80 جذر 2 ج 45. تمام. المركبه 80 جذر، طبعا دي هتبقى اتلغت كده، المركبه 80 جذر 2 جتا 45 تمر بنقطه ج، اذا عزمها بصفر، يبقى انا مش هجيب غير عزم الايه؟ المركبه 80 جذر 2 ج 45. يبقى نقول بقى بيساوي زائد ولا ناقص؟ هو ده اتجاهه لفوق، اتفقنا ان ج يمينها يبقى هتمشي ناحيه اليمين، بتلف مع عقارب الساعه، يعني سالب. سالب 80 جذر 2 في ج 45 اللي هي 1 على جذر 2، فهيروح معايا في سالب 80 جذر 2 في 1، يعني 80 جذر 2 اللي هي القوه في ج في 1 على جذر 2 في طول العمود. طول العمود دلوقتي اللي هو ادي راسي وادي من ج هنا المسافه كام؟ 25، يبقى في 25. لو هتروح جذر 2 مع جذر 2 وهلاقي ان 100 في 20 ب 2 ناقص 80 في 25 برضه ب 2، يبقى الله الناتج طلع معايا كام؟ صفر. يبقى عزم المحصله او عزم مجموع القوه حوالين نقطه ج بيساوي صفر. اقول له اذا خط عمل المحصله يمر بنقطه ج. وبكده نكون خلصنا حصتنا النهارده، وان شاء الله نقابلكم. حلوا بقى تمارين كتير على العزوم والكلام ده، وان شاء الله نقابلكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي في الوحده الثالثه، ومع تحيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني. اشوفكم على خير، بالتوفيق ان شاء الله.